محرومين مخطوبين مزوجين موعد ليلي بالزين ومرتي اكيد على ام تي في. مساء الخير وتحيه لكل مشاهدي الام تي في بحلقه جديده من برنامج سالو. طبعا حلقه مميزه ورح بتكون حماسيه لان الالعاب رح تكشف مدى معرفه الشباب للصبايا والعكس بالعكس، وبالنهايه ثنائيين رح يتاهلوا للمرحله النهائيه وثنائي واحد بس رح يربح سياره موديل 2015. كل هيدا بحلقه الليله مثل كل ليله جمعه. ما رح اطول عليكم، رح نتعرف على مشاركي حلقتنا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم يزن وفاطمه. بدايه معكم صار لكم سنه ونص مزوجين. مزبوط. كيف بلشت القصه؟ في عنا فريند ان كومن كان عامل جروب على البي بي ام. كم شخص كان الجروب؟ شي 10. من بين العشرة رقم فاطمه هو اللي لفت لك نظرك، وشو صار من بعدها؟ ماشي عامل لي اد، ضليتني شهرين لقبلت الريكوست اللي له. بس احكي معه على الجروب عادي. على الجروب عادي بس برايفت عم دق الحاله. من بعد وقعت بشباك وصار لك سنه ونص انتوا مزوجين. دغري 10 ايام. طبعا اكيد رح نكتشف اكثر شو بتحبوا ببعض وقديش بتعرفوا قدرات بعض، هذا المهم. هلا بدي رحب برزان ومحمود، اهلا وسهلا فيكم. يعني رزان انغرمت بمديره، لا بل مديرة حركش فيها لرزان وهي موظفة عندنا، فما فهمت كيف القصة. رح أتركها لرزان ومحمود يفسروا لنا إياها أكثر. إيه محمد، نحن صرنا مجوزين سنة ونص. أنا كنت مانجر بمطعم وكانوا أهلها وهي زباين عندنا، يعني لويال كاستمرز. كل بس أنت مش بس الكاستمرز، هو شايفها إنه زبونة دويمة أهلها، وشايف بنت أهلها، يعني شايف أهلها والبنت، يعني طلع فيها قال لهم بدي يصيروا ديسكاونت بس مهم يجيبوا البنت ويجوا. ورزان ما كانت تطيقه، يعني كانت اللي كل شيء بشوفه. مضبوط مضبوط صح. بالصدفه بيا جابها وعلى اساس بدها تقدم على الشغل وتوظفت. اكيد انا بدي اوظفها كثير بسرعه، يعني بده يخلص شغل. فتوظفت بس اول فتره كان انا بالنسبه لرزان مدير ما بنطق، يعني شو عمل فيكي؟ كان بس يفوت على المحل بلش اقول لهم بليز خليه يطلع بدنا نشتغل على ريحتنا. كان كتير صارم بالشغل. ومعك بالاخص كان ضيق عليكي؟ كان كتير صارم. وكيف من بعد انغرمتي فيه بعد كل هال؟ حسيت في ورا هيدا الشخص الصارم انسان كتير سنسيتيف. او يمكن عم بيعملها مقصد. عم بيعملها مقصد لحتى يحركش فيك لحتى ينتقم. لا مشالي بس مش الحال خلص، ممنوع طول بيحبوا بعض فخلص راحت على البيت. على كل اللي فيه لبعض والله يوفقكم. رينس وجوزيف اهلا وسهلا فيكم. القصة بدأت بالمطعم تبع اختك وزوجها، هو بيقرب زوج اختك. مزبوط. شو صار بالمطعم؟ انا كنت اول شيء لنا سنتين ونص مجوزين، بس القصة بلشت من 10 سنين. كنت ساعد اختي وجوزها بالمطعم، هو كان يسرب كل ليلة بعد شغله على الساعة 10 وانا ما كنت افهم ليه. وبعدين في نهار قرر انه كيف بده يعلقنا بشباكه. شو عمل؟ تفضل. اسمعوا بيتهوفن العرب شو عمل؟ كان في بيانو كبير هيك بالمطعم، انا قلت بقعد بصير ترتقي عليه. مش انه بتعرف بيانو. بعرف هونيك مقطع واحد، ومن وقتها فكرتني بيتهوفن. دوريمي من وقتها فكرتني بيتهوفن. لا المقطع ما في اقول لك اياه هلا لانه وقتها فكرتني بيتهوفن. عادي فيك تقوله شو هو المقطع؟ قوله عادي، قوله بقيت شو عادي عادي قول من شو خايف؟ ما حدا حيك معك. ايه تقطع اذا ما بتقطع من شي. لا كان وقتها دق الخطر على الابواب. شو بدك تفوتنا بحكي سياسي وشو غرمته؟ مظبوط. واذا بتعرف انه هيك بعكس بعض. يعني ورغم كل هالشيء اتفقتوا. حلو، وحده وطنيه. برافو برافو. ها هيدي الوحده الوطنيه. السياسة بتفرق، ولكن اللي بيبقى الانسان هو وداخله هو اللي بيجمع، وهذا دليل انكم اصلكم سنتين ونص مزوجين. رنسي يعني من بعد العزف اكتشفت انه ما بيعرف يعزف شيء، بيعرف بس يخرب لي هالبيت ويخرب لي حياتي. الله يخليكم لبعض. ميرسي. كريم ومنال خاطبين، والقصة بدأت ايضا كمان بمحل ما بيشتغل كريم. خبرنا. هلا كنت موظف انا بشركة، اوكي اجاني اوفر
مطرح ثاني اعلى باعلى اعلى معاش وبوزيشن مضبوط فلينا ايه. بعد شي جمعتين ثلاثه راجع هيك زياره عند الشباب طبعا زي هيك ايه. فشفنا الاموره المحل الاموره نادته يترك الاوفر وشو يعمل؟ نزل عنده يا ويلي على الشغل القديم كرماله كرمال هلا راضي بكل شيء ما فيك تنقي تقولي له المعاش احسن اقل انت رديتي لهون الله يخليكم لبعض وصرنا نفرح فيكم عن قريب بهيدي الحلقه في السياره موديل 2015 مين جاي وعينه على السياره كلنا طيب بتحبوا تقولوا كلمه اخيره لبعض قبل ما نفصلكم لانه بعرف خير الحلقه مش رح تلتقوا شوي شوي علي بتحب شوي علي بتحبك ما بتحب تقلها مثلا خفف في بالك مثل جوزيف فكري ايه فكري اوكي رزاد خذ ريحتك محمود انا مرتاح اصلا انا مرتاح نبلشي اذا بدكم يعني بطريقه ايجابيه كرمال هيك رح خلي الصبايا على المسرح وصار وقت حكي رجال بالغرف المعزوله تفضلوا شباب يلا